وللحديث عن دلالات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة العراق والإمارات إلى السعودية، معنا من الدوحة اللاعب العراقي الدولي السابق الكابتن سعد عبد الرحيم. كابتن سعد، مرحبا بك. يعني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة العراق والإمارات إلى السعودية، لماذا شكل صدمة كبيرة للجماهير الرياضية العراقية؟ تحياتي يا أخي العزيز، سعيد جدا بالمشاركة في هذا في القناة الإخبارية معكم. أهلا بك. الحقيقة هو شكل صدمة كبيرة، لأنه حدث غير متوقع. أنت عارف أنه العراق يعني اشتغل على هذا موضوع الحظر، وأيضا رفع الحظر على من فترة طويلة. نعم. أيضا شكل صدمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الشارع الرياضي. التحضيرات كانت كبيرة في استضافة هذا الحدث، لأنه هو بوابة رفع الحظر عن الملاعب العراقية. يعني على التحضيرات كانت على مستوى الإعلام، على مستوى الشارع الرياضي، على مستوى الجماهير، على مستوى الحضور، على مستوى الأمني، على مستوى السلامة. فكل الأمور كانت مجهزة في استضافة هذا الحدث، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو نقل المباراة إلى أرض محايدة. نعم. طيب كابتن، وزارة الشباب والرياضة هل تراها مقصرة في إيقاف هذا القرار، أم أن الأمر خارج عن إرادتها؟ هو الحقيقة أنت تعرف أنه وزارة الشباب والرياضة هي تعتبر جهة حكومية، الفيدا دائما يتعامل مع الاتحادات الرياضية. لكن أيضا مع هذا، أنه أنا أعتقد من وجهة نظري أن وزارة الشباب والرياضة يعني أصبحت منفردة على الساحة. فقط هي اللي تقاتل، خلينا نقول، على جبهة أنه رفع أو إلغاء هذا القرار. لأنه أنت عارف أنه مسألة المخاطبات أيضا لها تأثير، خصوصا إذا كانت على المستوى الرسمي وعلى المستوى الدبلوماسي. الحين إحنا ما ممكن نفصل الرياضة عن السياسة. كل ما كانت القرارات على مستوى حكومي وعلى مستوى عالي، وأيضا العلاقات الخارجية تتدخل بها، يكون طبعا القرارات ممكن أن تتغيرها في هذه الحالة. لكن أنت مثل ما عارف أنه الموضوع أصبح فقط يتحمل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي، وأيضا القرارات جت متأخرة بالنسبة للتحرك وزارة الشباب في رفع الشكوى إلى الاتحاد الدولي ومحكمة الكأس الدولية. يعني جت متأخرة حقيقة، يعني هم في البداية يعتمدوا على القرار، يعني على الأمور الدبلوماسية. ممكن أن القرار يتغير، وممكن أنه الجانب الإماراتي قد يغير قراره، لكن اتت الامور بعكس ما كانت. طيب لماذا لم تبذل جهود رسميه حكوميه في ثني الاتحاد الدولي عن هذا القرار؟ هو هذه المشكله حقيقه. احنا في كل العالم، خصوصا في العالم المتقدم في الجانب الرياضي، تلاحظ انه الحكومه وايضا اصحاب القرار السياسي دائما يكونون عفوا هم يعني الراعي بالنسبه لتطور الرياضه. لكن الحقيقه اللي حاصل عندنا انه نشوف يعني اصحاب القرار السياسي والحكومه بعيده جدا على الجانب الرياضي. فقط هو وزاره الشباب والرياضه كممثل للقاعده الرياضيه بالنسبه للعراق وقاعده الشباب بالنسبه للعراق تلقاها في مفردها يعني. ولهذا نشوف انه نحن ضعيفين حقيقه على هذا المستوى. ولكن يعني كابتن، ألا يعد نقل المباراة بين منتخب الإمارات والعراق إلى السعودية، يعني ألا تعتبر ضربة موجعة للحكومة في ظل حديثها المستمر عن استقرار الأمن بالعراق؟ الحقيقة يعني ترى هو القرار اللي أتى بموجب نقل المباراة للسعودية هو وفق التقارير اللي رفعوها. أنت تعرف في لجان يعني ممثلة عن الفيدا والاتحاد الآسيوي دائما تراقب بالتأكيد الامور فيما يخص الجانب الامني، ترفع تقاريرها للاتحاد الدولي وايضا للاتحاد الاسيوي. فيما يخص الجانب الامني، يعني حقيقه هو يعني ما سبق هذا القرار كانت وفود كثيره موجوده في العراق، يعني حتى من الجانب الاماراتي كانوا موجودين واطلعوا على الجانب الامني وشافوا الاوضاع في العراق، وايضا كشفوا على المنشات الرياضيه. فابدوا حقيقة يبدو ارتياحهم، يعني يبدو ارتياحهم التام حول هذا الموضوع وحول مسألة الأمن. لكن الحادث العربي اللي حدث في قصف إيران ببعض مناطق أربيل هو اللي ألقى بظلالة على هذا الموضوع. وهذا الحادث العربي حقيقة يحدث في كل مكان، يعني أنت في السعودية تلاحظ هذا الأمر موجود بين حين وآخر، وأيضا في الإمارات حدث هذا الشيء. لكن أنا مثل ما قلت لك أنه
في بعض الأحيان الحكومة وأيضا القرار السياسي وأيضا الدبلوماسية تتدخل في أيضا في ميلان القرارات باتجاه معين. من الدوحة اللاعب العراقي الدولي السابق الكابتن سعد عبد الرحيم، شكرا جزيلا لك.